عادة الصغار نجي نعملها هون كجزء من الثورة اللي نحن عم نعملها بلبنان. وهذا النشاط جبنا قصص للأطفال قريناها، برأينا أنه أدب الأطفال كتير مهم والأهل بيقدروا يستخدموه ك طريقة لينمو شخصية أولادهم، ليعلمون قيم معينة من خلال القصص يلي نحن عم نقراها. بحب استشهد بالأديب والمناضل غسان كنفاني يلي بيقول أنه الأطفال هم ثوار المستقبل الحقيقيين، ونحن قد ما فينا لازم نبني جيل جديد واعي لحتى يعرف حقوقه وواجباته، اللي هو جزء كتير أساسي من بناء أي مجتمع راقي، وهذا الشيء اللي حبينا نعمله من خلال القصص اللي عم نقراها هون.